ويا مساء الخير والجمال والسعادة على أجمل متابعين يوم وكل شيء جديد من فرع جدة شارع 60 شمال دوار الفلك أمام البيك فروعنا الرياض مخش 29 شارع بلال بن رباح وفرعين 5 مشيط حي الخالدية والضيافة بانتظار زيارتكم لنا. دلعي مطبخك مع منتجات شركة مجمع الشامل مع البرطمانات أو حافظات البهارات أو الحبوب اللي وصلتنا ما بين اللي بتجيكم بالشكل هذا طبعا جميعها بتجيكم أكريليك وما بين اللي بتجيكم الملاحات أو علب البهارات حجم المتوسط الحجم الميني والكل مغلف بتاخذوها بألوانها الخرافية و5 ريال و75 هللة. يلا تعالوا خذوها وتقدموا أي منتج بتحتاجوا لمطبخكم ومنزلكم عامة متوفر تحت سقف واحد في شركة مجمع الشامل جديدنا أيضا اللي وصلنا اليوم في قسم البرطمانات البرطمان أو حافظة الحبوب الرهيبة هذه طبعا جميلة بالأرز بالدقيق للكورن فليكس وجميلة أيضا للشوفان مرة حلوة بتجيكم بالشكل هذا والأجمل من هذا كله إنه معها غطاء توزنوا فيها سواء بالملي أو بالكوب بتاخذوها القطعة ب 5 ريال و 75 هللة. نظموا أكوابكم بأجمل الطرق مع منظمات شركة مجمع الشامل الجديدة اللي وصلنا اليوم المنظم الجميل هذا بيجيكم معدن منظم زايد مجفف في نفس الوقت روعة 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 طبعا بتاخذوه باللون بلاك و5 ريال و75 هللة. لا 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 ما اقدر على هذا الدلع اللي مدلعين اليوم متابعينا بتستاهلوا نميزكم على غيركم جديدنا اللي وصلنا اليوم قوالب الشوكولات السيليكون كلكم كنتوا بتنتظروها ودائما طلباتكم اوامر مع شركة مجمع الشامل تختلف الاشكال شايفين ما بين اللي بتجيكم قالب وما بين اللي بتجيكم مقسمة وما بين اللي بتجيكم بستايل التربك الاستوائي وما بين اللي بتجيكم البومة للأطفال وما بين اللي بتجيكم ورود وما بين اللي بتجيكم الجوهرة بالشكل هذا أو الأشكال الهندسية روعة 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 لتحضير ألذ تشوكلت محشي أو تشوكلت بالحليب بإمكانكم أيضا تعملوا فيها مكسرة شعيرية مع تشوكلت وتطلع ولا أروع بتاخذوا القالب الواحد ب 5 ريال و 75 هللة يا بلاش. تتتترى شوفوا معي المنتج الخطير والرهيب اللي وفرناه لعيونكم اليوم وين؟ في شركة التميز والجمال شركة مجمع الشامل ما راح تلقوا هذا السعر إلا عندنا فقط هدفنا رضاكم دائما وأبدا ترمومتر للطعام لقياس درجة حرارة السوائل للطعام درجة قروته وبإمكانكم تعملوا فيه إيه؟ تقيسوا درجة حرارة الحليب لأطفالكم عشان ما يتلسعوا بعد حفظ الله طبعا بيستخدموه أكثر وأكثر وبيحبوه مين اللي عندهم المشاريع في منازلهم لقياس درجة حرارة الشوكليت إيش رأيكم في الدلع هذا بتستاهلوا ما دلعنا عشم المتابعين بندلع مين وفرنا لعيونكم ممسحة القزاز رهيبة بمعنى الحرف الواحد بتجيكم ثلاثة في واحد سبنجة ممسحة وبخاخ في نفس الوقت ودعوا الحوسة والكركبة والأغراض الكثيرة في الدولاب وخذوا هذه عملية 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 أنا مجربتها بنفسي طبعا بتأخذوها القطعة وب 5 ريال و 75 هللة أوامر دائما وأبدا مع شركة مجمع الشامل ووفرنا لعيونكم من جديد المنشر الرهيب هذا بالمساحات الضيقة واللي بيحبوا ينشروا المناشف أو الأحذية وأنتم بكرامة والألعاب الدمى أيضا بتاخذوا القطعة و5 ريال و75 هللة. أكثر شيء بيستهلكوه وبيفقدوه أطفالنا وكل الأطفال الجوارب متوفر لدينا كوليكشن واسع للجوارب شوفوا معايا أشكالها تاخذ العقل كل واحدة أحلى من الثانية
ما بين السكيني النسائي البنوتات الأولاد، وما بين اللي بتجيكم طويلة، ما بين اللي بتجيكم قصيرة، الشتوية والصيفية أيضا. طبعا بتاخذوا كل 3 أزواج ب5.75 ريال حللة. ودلع كتاكيتكم مع شركة مجمع الشامل غير، وفرنا لعيون كتاكيتكم أكواب لشرب العصير البارد أو الحليب. طبعا بتاخذوا الثلاثة حبات بالشكل هذا، بالذات الأطفال الصغار مرة راح ينبسطوا عليها، ب5.75 ريال هللة. الشخصيات مختلفة ما بين بنوتات والأولاد، ومو بس كذا، اتوفر لدينا أيضا الكوليكشن هذا الرهيب للزمزميات أو مطارات المياه، أشكالها مرة حلوة وكتكوتة، معاكم حتى في حفلاتكم ومناسباتكم. شوفوا معي الجديد اللي وصل اليوم من عندنا، ورق الكب كيك زايد التهريسات. طبعا بتاخذوا مغلف بمختلف الثيم اللي بتحبوه وتفضلوا، ب5.75 ريال هللة. أسعد أطفالكم بألعاب بسيطة من شركة مجمع الشامل. واصلتنا جديدة الأقنعة الجميلة هذه أو النظارات، جميلة جدا بشخصيات مختلفة بتناسب البنوتات والأولاد أيضا. بإمكانكم أيضا تقدموها كهدايا جميلة، والكل قطعة بتاخذوها بكم؟ ب5.75 ريال هللة. بالونات الهيليوم الجميلة هذه بتجيكم في المغلف 5 بالونات بأشكال مختلفة، لكم حرية اختيار الشخصية اللي بتحبوها.